صحيح. المتحف بقى دلوقتي ايه الخطوات الجايه؟ تطوروا ازاي؟ تعملوا ايه؟ نفسنا نطور الحته الديجيتال، الناحيه الديجيتال في الموضوع، ان احنا يعني احنا عاملين ابلكيشن ان هي نسهل على الناس زياره المتاحف بارقام بتليفونات بكذا حاجه، بس لسه بنطور فيها، هي معموله بس لسه يعني ماشيين فيها خطوات. نفسنا بس الاول نبدا نبقى لينا اسمنا المتحف، ونبقى الناس تيجي لنا وقت ما تعوز تروح المتاحف وكده، بعد كده هنبدا بقى نوري الابلكيشن يعني وننزلها. ده جميل جدا. انا متاكد يعني متاكد شباب كتير جدا اول لما يعوز يفكر ينزل يدور هيجي لكم، بما انكم انتوا بتستهدفوا يعني فئه ما حدش وصل لها قبل كده. انا واحد مصري يعني. وبالنسبه لك انت يا تيمور، ان انت هتفضل دايما تشوكيس حاجات جديده عشان البلد. يعني انا بقالي 4 سنين بلف في مصر، لغايه دلوقتي ما خدتش محافظات. يعني لغايه دلوقتي انا بخلص لسه المدن الساحليه اللي على البحر الاحمر او على البحر الابيض، وما خلصتش كلها. يعني تروح تشوف حاجات جديده، فدايما عندك طرق جديده ان انت تشوكيس بيها حاجات موجوده في مصر. فعشان عبال ما نخلص يعني غالبا هيبقى عندي مثلا ساعتها 60 سنه مثلا حاجه كده. هو ده اللي واتس نيكست. واتس نيكست ان احنا هتفضل ماشي بنفس البيس انت شغال فيه، يمكن اقوى يمكن مور اجريسيف على حسب احنا امتى. تطلع حاجات اقوى، تدور على ابروتشز جديده للناس. يعني كنا لسه بنفكر انه ممكن نبدا نعزم ناس ترافل بلوجرز جامدين من بره اون ا بيرسونال نوت. ترافل بلوجر ده اللي هو يعني حد بيسافر كتير ويكتب عن اللي هو ابقى انا كتيمور او كعبد الحميد او اي حد فينا يعزمه عنده يجي. برضو انت لسه تحت نفس الكونت بتاع الكامبين ان هي اكسبيرينس حقيقيه. انا مش واخد فلوس من حد عشان اجيبه.